يعني لا انا مش أسمعك. ناسي نعم بك ده. أسمعك أسمعك نعم أسمعك. جيدا سيريدا، مرحبا بك على شاشة المتوسط ولو عبر الهاتف. في الحقيقة كنا نأمل أن تكون بيننا هنا، ولكن نعرف شنو اللي صار بالضبط من ظروف ربما لم تسمح بذلك. إن شاء الله فرصة أخرى نذهب إلى شكرا. المباشر إلى مصر. نعم مصر أين هي في حزب التحرير الآن، وما هي كيف تقرؤون ما يحدث في مصر؟ هناك نعم عهدناكم دائما لديكم المواقف التي تختلف نعم تكاد تختلف عن الجميع، فكيف تنظرون وما هي مواقفكم إلى ما يجري في القاهرة اليوم من صور دموية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نعتذر لسوء التنسيق، كان بودي نكون يعني حاضر في قناة متوسط ويشرفني، وانا ارحب بالضيوف الكرام وان كانت لابس امامي شاشه الان. اعرف نعم سي محمد نعم الجوماني نعم الامين العام اسمع. لحزب وهو الاصلاح صديق والتنميه. وهو صديق تسمعني نعم سي رضا؟ نعم اسمعك. بحذايا نعم سي محمد عبو الامين العام للتيار الديمقراطي، وسي وليد مرحبا البناني نائب التاسيسي، مرحبا وسي محمد الجوماني امين العام لحزب الاصلاح انشرفك والتنميه. انشرفك وحبابنا. نعم وان شاء الله على كل حال المساله تقتضي الان درجه عاليه من الجراه. انا اقول البلاد العربيه الاسلاميه ما تكفيهاش ثوره، لازمها ملحمه. ثوره لان ما هو واقع عليها كارثي لدرجه كبيره، عقود وراء عقود، حاله من التكلس، حاله من الديكتاتوريه الرهيبه جدا، نعم جمدت الفكر، جمدت القضايا، احدث حاله من الارتهان بالاجنبي، منها اصبحت يعني لا نستطيع منها الفكاك منها الا بمنها بدرجه عاليه من ربما العزم والحزم، ما يجعلنا اليوم ندفع الفاتوره غاليه. وما زالت اللي وقع في سوريا، اللي وقع في مصر، اللي وقع في ليبيا من اللي مات لها الثوره وغيرها، اليوم عندنا درس كبير ياسر. ثم تضاد منهجي ما بين الامه في صياغتها من حيث كونها ذات كيان وتقتضي دوله منبثقه من صلبها، منبثقه من انتمائها الطبيعي، خير امه خير دوله، وهذا هو الاساس الحضاري بتاع الامه هذه اللي عاش به قرون ولزمها تعيش به، وما بين اراده غربيه سايكس بيكو ما تبعها وفرض يعني الامر الواقع الاستاتيكو اللي هو كان بغيض لدرجه كبيره ياسر. اليوم بان انه المشروع العلماني هو مشروع دموي حربي اجتثاثي بأتم معنى الكلمة، هو نجم نقوله مستوطنة. اليوم اللي وقع في مصر عار فوق العار، أنه أي إنسان من أي موقع يبرر ولو بشبهة التبرير أو يلتمس له ولو جزء ضئيل من الأعذار، حقيقة هذا خزي حضاري. اليوم نحن في خط مفصلي من فضل الله باش يكون بحول الله لصالح الأمة، رغم ما فيه من مآسي وما فيه من كوارث. شنو الدلالة نتاعو؟ أن هذه الأمة لا يمكن إلا أن تتولى قضاياها بيدها. وهذا البلدان تونس مثلا تحديدا الآن مختطفة اختطاف رهيب جدا، يعني لصالح معناها إرادات غربية تصور تونس سهلة، ولكن من فضل ربي قاعد يظهر من الناس إرادة وعزم ويحبوا يوصلوها لمرحلة الإرهاب، وهذا الخطير ربما نربطه بمصر. يعني بداية المسألة انتخابات ضعف، احتجاجات ضعف، تمرد فاشل، انقلاب فاشل، بعد خلنا في الإرهاب. هذا تصنيفي أنا للمراحل. اليوم الإرهاب هو أجندة بالفعل دخيلة على البلاد، على بلادنا في تونس وفي مصر. الآن أصبح الإرهاب يعني رسمي وعلني، فيه القتل واستمراء هذا القتل وترشف دماء المسلمين ودماء اهل مصر بصفه عامه، مسلميهم وغير مسلميهم. ما يخلينا اليوم تتحدث سي رضا، اسمح لي حتى نوضح ونستوضح منك هذه النقطه، تتحدث عن ارهاب في مصر، يعني ليس لديهم شعام بهناك، تتحدث عن ممارسات الجيش، عن ارهاب رسمي يعني. طبيعه الحال ارهاب رسمي، ارهاب هذا منظر له ويعني وياخذ كل المراحل يعني في درجه عاليه من الامان لانه محمي. وحقيقة فظيع جدا هذه المجزرة الواقع الآن في مصر هي خزي حضاري لمن مارسها ولمن لا يدينها ولمن أيضا لا يتعلم الدرس من بعدها، أنه لا يمكن بحال من الأحوال للصياغة الليبرالية اللي يحبوا ياخذوا بها الحياة السياسية في البلاد العربية أنها تستوعب هالأمة وتطلعاتها وخيريتها. إنما علينا أن نراجع أنفسنا، هناك البديل الإسلامي الواضح الذي يجب أن يلتئم حوله ويجتمع حوله الجميع، لأنه هو اللي بيعطينا الفرج، هو اللي بيعطينا في النهاية المخرج الصحيح. أنت تتحدث سيري ذا؟ نعم نعم سيري ذا. نحن بإذن الله غدا سنخرج أمام السفارة المصرية صباحا، وسيكون حاضرا هناك لأقول كلمة في هذا الصدد، وسنحشد أنفسنا جميعا في البلاد العربية والإسلامية
لأننا لن نكون شهود زور ولن نكون منها الشيطان الأخرس. سنتكلم وسنبين بالفعل أن هذه الأمة يعني مكلومة، وأن هذه اللحظة التاريخية حقيقة هي شهادة خزي كما قلت. نعم سيدة. على تيار كامل باع نفسه، وللأسف اليوم التيار التقدم الحداثي بيع نفسه المنظومة الخارجية بأبخس الأثمان، تسقط كل مقولاته اللماعة البراقة. نعم. في نفس الوقت اليوم يحكموننا من وراء دبابة أو تحت حذاء يعني عسكري. اليوم حقيقة المشهد يستدعي الأمة أنها تعيد يعني لم شتاتها على رؤى أخرى غير هذه التي استنفذت نفسها. وأنا سميت المسيح الدجال. نعم مش قلت سيدة؟ نعم. لا أنا مش تحب نسألك وأنت استكمل فكرتك لو سمحت بعد إذنك. يعني تتحدث عن بديل إسلامي وعن مشروع حضاري إسلامي، ولكن أيضا هناك آخرون يتحدثون. تسمع من حمدي صباحي يقول لك، ونقرأ لك النص، يقول لك حتى اكتمال النصر من عند الله، سنقف مع شعبنا والقائد وجيشنا والشرطة نواجه إرهاب الذين احتقروا إرادة الشعب واحتكروا قدسية الدين واتجروا بدماء الشهداء. حتى هو زاد عنده مشروع إسلامي ويتحدث عن النصر من عند الله. والله هذا هو توظيف الدين الذي والأسف الشديد أصبح معناها متواعا في يد يعني القاسي والداني. الدين براء من ذلك. هذه الأمة ليست للبيع، وهذا البلد تونس ما دمنا نتحدث على تونس أو مصر اللي هي موضوع حديثكم الليلة أيضا فيها من الجدارة وفي من العزة، وثبتت هويتها قرن عن قرن وجيل عن جيل، ولا يمكن الدخول عليها باسم المؤامرة ولا باسم المغالبة والقوة. فاليقاع اليوم صباحي اليوم يتحالف مع أزلام النظام، يتحالف مع الثورة المضادة، والتيار القومي كان عنده فرصة رائعة جدا باش يحقق توبة رائعة في أنه يلتحم مع السياق متاعه الإسلامي، لأنه هو أقرب إلى السياق الإسلامي العام. وإذا ثم مقولات غاية غالطة عند الإسلاميين يأخذ الأمثل والأحسن ويكون هو سباق في جزء من سياق الأمة، ولكن للأسف يتخندق التخندق هذا. واليوم يشهد على نفسه بأنه بالفعل مشروع تآمري كما كانت الثورة العربية الكبرى 1916 مشروع تآمري قسم المنطقة، كأنه اليوم يخطئ الخطأ القاتل ويصير هذا المسار. أنا أدعو الجميع إلى درجة عالية من الرشد ومن الصدق مع النفس، مش نعرفوا أنه السياق راهو سياق مفتوحة للزمان والمكان، بمعنى راهي ثورة أمة وبدأت في سيدي بوزيد لقيناها في دمشق، وأنها في نفس الوقت عندها امتداد في الزمن. لزمنا شوية تضحية شوية صبر وبعد نظر، لأن الأمر ليس يعني مجرد مواقف سياسية أو دبلوماسية من هنا أو هناك. نعم سي رضا بالحاج عن حزب التحرير كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك، ونأمل إن شاء الله أن تكون بيننا هنا قريبا، لما لا حتى غدوة إذا كان أنت جاي لتونس وأنت تتكلم فينا من سوسة فيما أعلم، إلا إذا كان مكانك ماهوش سري خاطر نخافوا عليك زاد كذلك أنت.